السلام عليكم البنات، اسمحوا لي، راه سبق لي وقدمت وقلت لكم السلام عليكم، غير جيت هنايا حيت ملي قلت لكم في لا غوسيت غادي ندير السكر فانيليا راه ما درتوش. درت 5 غرام ديال لوفير شيميك ولا 5 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. سمحوا لي غلطت واضطريت باش نعاود هذه اللقطه هذه بالصوت. راه 5 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، وخليكم معايا باش تعرفوا على باش تشوفوا داكشي اللي كاين في لا فيديو. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم لا روسيت ديال لا بات سكري، كتجي البنات زوينه بزاف كيف ما كتلاحظوا هنايا. بعد ما طيبت لي فوند تارت ديالنا كيجيو بهذا الشكل، هادو كيجيو رائعين. هنايا درت وحده كبيره ودرت هاد نتاع لي تارتوليت، لي تارت انديفيديويل. هاد ديال البنات ما درت فيهم لا كريم داموند حيت ملي كنبغي نستعملو لاباط عفوا لا تارت سيترون ما كنديرش فيه لا كريم داموند من الداخل، هادشي علاش كنطيبو لي فوند تارت ديالنا بهذه الطريقه هذه. وعاد ديك الساعه نديرو لا كريم ديال الحامض. ان شاء الله الفيديو الجايين ندير لكم لا تارت سيترون. وهنايا غادي نخليكم مع المقادير، على بركة الله غادي ندوزو المقادير. وكونوا متأكدين البنات هاد الوصفة زعما بروفيسيونيل المقادير، داكشي باش عطيتها لكم بالجرام. عندي 500 غرام ديال فارينة، 250 غرام ديال الزبدة، وعندي 200 غرام ديال السكر سنيدة عفوا السكر الثقيل ولا السكر كلاسي. ودرت 250 غرام ديال الزبدة. هنايا عندي شويه ديال 30 غرام عفوا ديال اللوز، جوج بيضات، قبسه ديال الملحه، ودرت سمتها بالسكر نتاع الفاني. البنات هنايا كنوريكم حيت انا نسيت الزبده ما خرجتهاش من بكري، ودخلتها شويه للميكرووند هكذا ولات شويه سائله، ولكن راه ما زوينش بهذه الطريقه اللي درت الزبده. خصكم تخرجوها من قبل باش تكون عندنا الزبده بحال البوماده بهادشي باش كتجي لاباط ديالنا مزيانه. حيت انا تعطلت وصافي وجدت المقادير ديالي باش ندير الحلوه، ودخلتها شويه باقي قاصحه ودخلتها شويه للميكرووند، ولكن من الاحسن ما ديروش هاد الطريقه هذه. باش غير هذا الملاحظه باش نقولها لكم وصافي. وبالنسبه للاباط ما تزيدوا لا فارينة لا البيض لا حتى حاجه، العبار هو اللي قلنا 500 غرام ديال الفرينه، 200 غرام ديال السكر الثقيل ولا السكر كلاسي، 250 غرام ديال الزبده، جوج بيضات، 60 غرام ديال البودره نتاع اللوز، قبصه ديال الملحه، وواحد معلقه. انا عندي شريت واحد لوبو هذا فيها كيلو نتاع السكر نتاع الفاني، درت معلقه باش عمرت المعلقه صغيره. هنايا كنديروا فرينه وكنديروا هاد لا بودره نتاع اللوز، وكنديروا السكر الثقيل ديالنا بطبيعه الحال. كل شيء راه مغربل، نديروا الملحه عفوا درت السكر الفاني ماشي الملحه. وهنايا غادي نديروا الزبده، وغادي انا غادي نستعمل هاد لافوين تاع العجانه. الا بغيتو تقدروا ديروها بيديكم، ولكن من الاحسن ديروا هاد لافوين. هنايا البنات غادي نحاول بلا ما غيز هكذا نخلط شويه الزبده مع فارينه، حيت الا درتها بهاد الطريقه هذه وملي غادي ندور العجانه ديالي كاع فارينه غادي تخرج ليا في الجناب. من الاحسن هكذا نخدموها بشي شويه قبل داكشي، عاوتاني باش زوينه تكون عندنا الزبده بحال لابوماد، كتسهل دغيا كنخلطوها مع فرينه. هنايا دزت الملحه، دابا غادي ندير هاد لافوين تاع العجانه. ما كنديروش الكروشي ولا الفوي، كندير هاد لافوي
هنايا كندير يديا باش ما تخرج ليش بزاف فارينه كيف ما كتلاحظوا، راه خرجت شي شويه وكنبقى نضربها بهذه الطريقه هذه حتى تخلط لينا مزيان فارينه مع الزبده. ملي عاد تخلط لينا مزيان فرينه مع الزبده وعاد ديك الساعه كنزيدو البيض. هي الفرينه والزبده بعد ما تخلطت لينا مزيان، ودابا عاد غادي نضيفو البيض. ولكن قبل كنجمعوا هكذا فرينه كنجيبوا هاد لاماغيز وكنحاولوا نحيدوا فرينه اللي كتكون في الجنب، حيت بعض المرات كتكون عندنا الزبده لاصقه في لاكيف نتاع العجانه. هنا كيف ما كتلاحظوا انا زدت جوج ديال الحبات ديال البيض وعاوتاني غادي نرجعها. نرجعها تخلط لينا مزيان العجينه. ها هي العجينه ديالنا بعد ما تخلطت لينا مزيان. البنات راه ما ضفت لها والو غير ديك جوج بيضات، وكيف ما قلت لكم 500 غرام ديال الدقيق ولا ديال الفرينه، 200 غرام ديال السكر الثقيل، و200 غرام 250 غرام عفوا ديال الزبده. هنا هي لاباط ديالنا ولا العجينه ديالنا راه كتجي رطبه يا البنات. دابا غادي ناخذ واحد البلاستيك غذائي وغادي ندير فيه هاد لاباط وكنخليها ترتاح. قد ما ارتاحت قد ما لاباط ديالنا كتجي زوينه. وهكذا ملي حتى كنديروها في الفران البنات، الا جبتوا العجينه ديالكم وخدمتوا بها دغيا وحطيتوها في الفران، من بعد راه كتجي لكم لاباط صغيره، كتجي لكم هذاك الفوندو طاخت اللي غادي ديروا كيجي صغير. هنايا البنات راه قلتها شي شويه بحال هكا غير باليدين باش تبرد لينا دغيا. ها هي البنات انا خديت هنايا نص ديال لاباط ديالنا، راه خليتها ليله كامله، خليتها ليله كامله في الفريغو. هنايا كنجيبو الزبده كما كتلاحظوا، انا غير وريتكم راه دهنت هاد لي سيركل، درت هاد لي سيركل انديفيديول وهاد الكبيره غادي تحت لي تارتوليت. ودابا غادي نحاول نحيد لاباط ديالنا. خديت النص باش غادي نخدم والنص خليته في الفريكو. هنايا كنحاولوا نجمعوها حيت ما نقدرش دابا ندلكها وندير هادي ديريكتومون في لي سيركل حيت لاباط ديالنا كتفرتت. هنايا البنات انا غير درت شويه الفيديو باش يزرب ليا، باش ما راه ما كندلكش عليها بزاف باش ما يجيش الفيديو طويل. وكنستعملوا شويه ديال الفرينه وكندلكوها عادي. هنايا غادي نقسم باش هذاك النص ندير فيه هذيك لاطاخت كبيره، وهذه ندير فيه هذيك لي طاختوليت. هذه البنات ملي كنت خدامه في المحل راه كندير هاد لاغوسيت اللي كندير اللي عطيت لكم دابا، والله العظيم الا كتجي رائعه يا البنات بالحق العبار، ماشي بحال الحلوه اللي كنديروا نتاع البلاد هكذا ما نديروش بالعبار. هنايا كناخذ واحد لومبورت بياس عفوا وكيكون كبير على هاد لي سيركل اللي عندنا بهذه الطريقه هذه نيت هذاك الشيء اللي بقى ليا. من بعد راه غادي ندلكم مع هذاك النص اللي خليت في الجناب. هنايا كندير شويه عاود ديال الفرينه باش ما تلصق لياش. وملي كندير لاباط البنات كنحاولوا نهبطوها في الاول وكنضغطوا على الجناب باش تلصق لينا لاباط بهذه الطريقه هذه باش يجينا الفونساج ديالنا مزيان. والبنات ضروري ملي كان هكذا كنديروا هذه الطريقه هذه، راه حتى داكشي تعلمته حتى انا من ليكول، كنضغطوا على لاباط باش هكذا تكون عندنا لاباط هابطه على لو سيركل شي شويه باش ملي كطيب كتجي مقاده وكتجي مزيانه.
غادي نزيد هاد وحده اخرى، كنبقى دابا نضغط على الجناب وكندور، نضغط وندور، المهم حتى تهبط ليا شويه لاباط. ها نتوما البنات كتلاحظوا بهذه الطريقه هذه. هنايا بعد ما كملت هادوك صغار، هاد العجينه اللي خليتها راني دلكتها، ودابا جبت هاد لو سيركل بالموس، كنحاولوا نكبروا شويه العجينه بهاد الطريقه هذه. وبحال هي نيت غادي نديرو ليها بحال داكشي اللي درت في لي طارتوليت، كنحاولو نهبطو العجينه ديالنا كيف ما كتلاحظوا. هنا كنحاول باش نوريكم الطريقه البنات. انا نسيت باش نتقبل لاباط، حتى عاد درتها في لو سيركل وحتى درت هذيك الصغار عاد تفكرتها، ولكن ماشي مشكل. ومن بعد كيف ما كتلاحظوا راه كناخذوا هاد الجناب اللي شايطين كنقطعهم بالموس. راه لاباط ديالنا كنخدمو دغيا، ماشي خصنا نديروها في الطاوه ونديروها في لو سيركل وعاد ديك الساعه نخدم. لا، تقدروا ديروا داكشي في البلون دو طرافاي وعاد تهزوا لي فون دو تاخ ديالكم ديروهم في الطاوه اللي غادي تدخل الفران. وهاد كيف ما لاحظتوه حيت داكشي اللي بقى ليا حتى من هذوك لي طارتوليت، وغادي نتقبهم ندخلهم للفران. بالنسبه للفران انا كنطيب 180 درجه، ولكن كل واحد يرد البال الفران ديالو. هما لي سيركل ديالنا، عفوا لي فون دو تارت ديالنا بعد ما طيبتهم كيف ما كتلاحظوا البنات راه ما صغارين، راه باقي سخونين. مي ضروري لاباط تكون بارده. عادي الا عندكم الوقت ملي ديرهم في لي سيركل ولا ديرهم في المول نتوما باش غادي تخدموا، تخلوهم عاوتاني شي شويه واخا غير 15 10 ديال الدقائق للفريغو، ومن بعد ديك الساعات طيبوهم. راه كيتحيدوا بحال، راه هزيت لكم هكذا بالموس باش كتشوفوا راه كيتحيدوا بسهوله. ها هما الشكل النهائي ديال لي فون دو طاخ ديالنا. كنتمنى من الله هنا الاعجاب ديالكم. ضروري البنات خصنا نطيبوهم، باش راه بعض المرات كنشوف شي هكذا شي لي فون دو طاخ باقيين تقريبا بيضين، لا راه خصهم يكونوا طايبين مزيان. وهادو البنات ان شاء الله غادي نحضر بهم لا تارت دو سيترون بلا مورانغ، هادشي علاش ما درت فيهم لا كريم داموند. وان شاء الله بالنسبه للي تحت الاخرين غادي نحطها لكم ان شاء الله في القناه اللي غادي نستعملو فيهم لا كريم داموند لا كريم بيستاج. وكنتمنى يا ربي هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الاعجاب وتبارطاجيوه مع الاحباب والعائله باش تشجعونا. هما الشكل ديال هاد الصغار. كتشوفوا راه طايبين مزيان وكيجيو كيف ما حطيناهم في لي سيركل، ماشي ما جاوش صغار. وما تنساوش البنات بارطاجيو الفيديو باش تزيدوا تشجعونا، باش ان شاء الله نزيدوا نعطيو اكثر. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم، والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.